لا سنة الغداء ديالي فزتي بالنبهة في آخر لحظة بالصحة والراحة. تخرام رائع 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 نبهة من داك الشي رفيع بصحتك وراحتك تلتها بالمال والهنين إن شاء الله يا رب. لالا نجية الغزالة بصحتك وراحتك. لا باك دماغياج الكوغميت غزال غزال كيحمق رائع ما شاء الله بالصحة والراحة تلبسي بالمال والهنين إن شاء الله. صباحك مبروك لالا الغزالة كي دايرة لبس عليك لغاتك وديالك هو هذا ما شاء الله غزال كيحمق بالصحة والراحة 40 غرام تبارك الله ما شاء الله غزال كيجي في العنيق كيحمق. حبيبه الغزاله ديالي الفنه ديالي الله يسخر لك ويكمل عليك بالخير ان شاء الله يا ربي. دخل عليك هاد الصداق غزال ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يسر لك في حياتك الزوجيه حبيبتي. بالنسبه للعصير الدكه اللي بغيتي ها هي ما شاء الله غزاله. بالنسبه لغاتكو هو هذا الفليسات راني خديتهم شكرا شكرا ليك بزاف بزاف دونك ثمن نيشان فيرساتو شكرا اختي. انا مغطيه غير على لو نون ديالك بالنسبه للتاريخ راه غير اليوم بصحتك وراحتك اختي العزيزه وشكرا لك مره اخرى على الثقه ديالك ولا كوموند ثانيه ان شاء الله ان فو توجد غادي نعلمك. بالنسبه لو كادو كما قلتي ليا السبنيه بيضاء على حساب ان شاء الله يا ربي تسخر لك في زواجك. ودرت ليك عاوتاني حتى شويه ديال الزعفران الحر والاخت ديالك حتى هي قولها واحد ديالك واحد ديالها ما نسيتهاش بالصحه والراحه. سلام الغزالات انصامبل جديد ما شاء الله غزال غزال بنونه غوز رائعه رائعه غوز فونسي كيجي غزال البنات كيحمق بالفروج وموديل دلفيس شي حاجه لي توب واو. السنيسله ديالو شوبر الغليظه العريضه رائعه فيه القياسات زياده ونقصان بالنسبه لاغورميت. وبالنسبه للبوندونتيف انتيغري فلاشين بنات رائع رائع بنات غزال كيحمق كيحمق فن. او لو بري ديالو تري تري بون بري بنات